ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل ومكملين معاكم، ومعايا المحاميه السعيديه استاذه فاطمه، هتكلمنا عن النفقه. الحقيقه انه في لبس بالنسبه للستات، انه لازم الست لازم تكون مطلقه منفصله عشان تقدر او تعرف تاخد نفقه، لكن الحقيقه لا، ممكن تكوني على ذمه جوزك وتعرفي ترفعي عليه قضيه نفقه وتاخدي حقوقك. والحقيقه كمان انه رجاله كتير بتتهرب من دفع نفقه، سواء كانت زوجيه او نفقه للاولاد. فعشان كده النهارده احنا جايين نساعدك، كل ست مصريه بيوت كتير بتعاني من الموضوع ده، جايين نساعدك ونقول لك ازاي تاخدي حقك بالقانون مع استاذه فاطمه المحاميه اللي منوره النهارده في البرنامج، برنامج قهوتك عندنا. اسمحوا لي ارحب بيها. ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ اهلا بيك يا حبيبتي، منوراني النهارده في البرنامج يا فاطمه. هنتكلم النهارده ونوعي كل ست مصريه. احنا بنوعي الستات، بنوعي بس مش بنسخن. تمام. عشان الناس بس بتفهم غلط. تمام. فدلوقتي احنا قلنا هنتكلم عن انواع النفقه. تمام. صح كده؟ بالظبط. انا عندي هنا نفقه زوجيه، نفقه متعه، نفقه صغار، اجر مسكن، حضانه، خادمه، فرش وغطا، حاجات كتير جدا. تمام. خليني ابتدي معاكي بنفقه النفقه الزوجيه. تمام. خلينا نتكلم عن النقطه دي. تمام. احنا الاول عايزين نقول ان النفقه ملهاش تعريف جامع مانع، النفقه جايه من الانفاق. تمام. انا عايزه بس نص القانون. تمام. ما انا هقول لك النفقه احنا بالنسبه لنا هنتكلم لو العلاقه الزوجيه قائمه. تمام. ماشي. حضرتك في ستات كتير ما تعرفش ان العلاقه الزوجيه لو قائمه والزوج ما بينفقش عليكي، من حقك ترفعي عليه نفقه زوجيه وانت في بيته ولسه على ذمته. تمام. مش شرط ان انت بقى تبقى في مشكله وغضبانه وسايبه البيت. تمام جدا. نفقه ليكي، ولو في اولاد نفقه للاولاد كمان. تمام. طالما العقد صحيح، ده بيبقى مقابل ايه؟ مقابل احتباس وليكي. تمام. فانت بترفعي عليه نفقه زوجيه طالما هو امتنع عن الانفاق من التاريخ اللي امتنع فيه. ماشي. طبعا. دي اول حاجه. يعني هي عايشه في بيت، عايشه تحت في بيته، سقف واحد، تحت سقف واحد، مش بيصرف عليها، مش بيصرف عليها، بيديها فلوس، بخيل، بيصرف على الاولاد، بخيل. تمام. تعرف ترفع النفقة. ترفع طبعا، وده هيقدره القاضي طبقا ليسار الزوج. تمام. 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 الحاجة التانية، خلاص لجأنا للمحاكم، طبعا انا قلت نفقة ليها، ولو في اولاد نفقة للاولاد وهي برضو في بيته. نفقة للصغار. ما اتطلقتش. تمام. تمام. في نفقة بنوعيها او بانواعيها الثلاث. تمام. بنوعيها مأكل وملبس، بانواعيها الثلاث مأكل وملبس ونفقة مسكن، لان عندنا كلمة الاجور بتتقال بعد الطلاق، لكن طالما العلاقة الزوجية قائمة نفقات فقط. احنا دلوقتي بنتكلم عن نفقات، واحنا والست موجوده في بيت وهي موجوده، الحاجتين دول. طيب. تمام. نفقه ليها بانواعها الثلاث، ونفقه للاولاد بانواعها الثلاث برضو. تمام. تمام. لا خلاص بقى المشاكل وطلاق لا قدر الله او ايا كان. تمام. انفصال او كده. ننتقل للي بعدها. اتطلقنا، نعد العده، نعدي العده ثلاث حيضات، يبقى عندنا كده نفقه عده. تمام. نفقه العده. تمام. تقدر بثلاث شهور. طيب. خلاص. خلصنا العدة. نيجي عندنا نفقة متعة. الحد الأدنى 24 شهر، الحد الأقصى 5 سنين. طيب. تبقى ليسار الزوج. دي نفقة ايه؟ متعة. متعة. يبقى كده الزوجة نفقة زوجية. هتقف اول ما يتنطق حكم الطلاق او الزوج يطلق. خلاص كده وقفنا النفقة الزوجية. تمام. ننتقل للي بعدها، نفقت عده. العده بعدها المتعة. خلصنا العده. نفقت متعة. سنتين حد ادنى، حد اقصى 5 سنين. طيب. تمام. حلو كده. تمام. عندنا ولاد. دخلنا بقى في ايه؟ نفقه الولاد مستمره معاها لحد اما الولد يبقى عنده 15 سنه او قادر على الكسب، يعني اشتغل. لا، بيكمل تعليم، حضرتك ملزم تصرف عليه لحد ما يخلص تعليمه ويقدر يشتغل. البنت انه بيصرف عليه ملزم. ملزم. الزام. طبعا. تمام. البنت ايهما اقرب، سواء اشتغلت وقدرت تصرف على نفسها برضو 15 سنة. احنا بنتكلم كده في 15 وما فوق، مفيش قبل كده. تمام. انت تقف؟ لا. لا خلاص ماشي، بتشتغل والعائد المادي ضعيف برضو مش مكفيها، حضرتك هتصرف عليها لحد ما البنت تتجوز، توصل لسن الجواز.
تمام. طب خليني ارجع بس، هو ما بيصرفش عليها في البيت تمام، وهي عايزه تثبت ده، حلو، الاجراءات اللي هي تمشي بيها عشان تمام. خلاص هرفع النفقه، قضيه خلاص. نفقه خلاص ما بيصرفش وفي البيت، انا همشي ايه الاجراءات اللي هي تمشي بيها بقى، تعمل بتتوجه ايه؟ الاول لمكتب التسويه في تمام. محكمه الاسره، طبعا هي يحق لها في اي محكمه اسره في الجمهوريه، بس هنقول اللي هي قريبه منها، قريبه من السكن بتاعها او محل اقامتها، عشان ما بقاش في معاناه بس في حضور الجلسات. تمام. هتتقدم لمكتب التسويه، بيبعتوا له اعلان حضرتك تعالى ان احنا نحل الامور بشكل ودي، في يعني الغالب الزوج الاول ما بيبقى بيحضرش. في حل اللي هو في محكمه الاسره، بيبقى في لازم بنقعد الطرفين المفروض طبعا، تمام وبنحل معاه لو ما اخذتش بالتراضي. الاجراء ده اللي هو التسويه، ما ينفعش ترفع قضيه، ما ينفعش تلجا للقضاء على طول، لازم مكتب التسويه. تمام، بيبعتوا له بيبعتوا له، والله حلنا ماشي، المفروض يقعد مع خبير نفسي وخبير اجتماعي وبيقعدوا يحاولوا يوفقوا ما بين الطرفين. تمام، ما تمام. اتحلتش الامور، ما تعمل اتحلتش ايه؟ خلاص تكمل ايه بقى، بقى؟ بنقول تعذرت التسويه، هو ما حضرش، رفض الحضور، او حضر وما توفقوش، في الحالتين، او ممكن بيتفقوا على فكره وبيبقى في اتفاق، عقد اتفاق في المحكمه موثق. بيتعمل عقد. عقد اتفاق ان انا خلاص هدفع، هصرف على اولاده عليها، يعني عشان يصرف على اولاده بعقد. بعقد، عقد اتفاق. تمام. تمام. خلاص بعد كده بترفع قضيه. النقطه بقى اللي بيبقى فيها صعوبه، اثبت ازاي دخله. بالظبط كده. في راجل ممكن يكون موظف، حلو، مم. فانا بتضطر هي بتاخد تصريح من القاضي، بتجيب مفردات المرتب بتاعه من جهه تمام عمله. ماشي. طيب في راجل موظف وليه اعمال حره بره، تجاره، سمساره، املاك، عنده املاك، ارض، رصيد في بنك، مثلا اي حاجه، انت تعرفي ان بتدخل له مصدر دخل او عنده املاك، خدي تصريح من القاضي وهيديكي على طول، اثبتي بيها دخله باي طريقه. انت عندك لو موظف بتجيبي مفردات المرتب بتاعته، طيب كمل، عنده املاك وعنده حاجات، هتثبت ازاي؟ تجيب ايه؟ بتاخدي تصريح من القاضي انك تجيبي رصيده في البنك قد ايه، لو عنده في البنك، طيب ماشي. عنده املاك وانت مش عارفه مش تثبتيها، عارفه بتلجئي تثبت، للتحري، تحريات المباحث، تحريات المباحث، هي بتثبت بقى. الاسم التابع لي. طيب تمام. تمام. مسافر بره، بيشتغل بره مصر، هتثبتيها ازاي؟ بتجيبي تصريح من القاضي ان انت تجيبي عقده من دي مكتب مشكلة العمل. كبيرة بتواجه ستات، مشكلة واحدة فعلا بعتت لنا وقالت ان ازاي احصل على نفقة من جوزي اللي هو بره مصر. بتاخد دي تصريح قصة من كبيرة، دي القاضي، عايزين نعرف ولا برضه. كبيرة ولا اي حاجة، هي طيب تعمل الفكرة ايه بس بقى؟ ان هي بيكون، مش هنقول جهل، بس عدم معرفة وعدم وعي كافي، ان انا هفتكر ان انا هطول، هاخد وقت من القاضي. لا لا، انت اللي تعرفيه اثبتيهم كلهم في جلسة واحدة، انا عايزه طيب تمام. مفردات مرتبه، انا عايزه تصريح من مكتب العمل، انا عايزه تحري، انا عايزه تصريح من البنك، كلها اجراءات كلها وتقدر تثبت كلها بيها. وبسهوله ويسر، طالما خلاص خدتي تصريح من القاضي تقدري في تجيبي ما ازواج يثبت. بتهدد زوجاتها او بتخوفهم، اللي هو تعرفي تثبتي ايه عليا؟ انت ما تعرفيش تثبتي. يقول انت لازم، هتثبتي احنا ايه؟ لازم نسيب له مساحه يا جماعه يتكلم فيها، نسيب مش مساحه، هنخنق صح. كده، ما انا تمام هجيبك بالظبط. النفقه هجيبها باي طريقه، فهسيب لك مساحه تتكلم فيها، اعملي عندك المحاكم، هجيبها اقعدي سنتين والقاضي على هيحكم فكره، هو وهعرف اخد في النفقه. 3 شهور، شكرا، يعني تلت دلوقتي النفقات ما بتطولش على حسب، تمام. اول جلسه بس ان هي بتروح الرول بيبقى كبير ولا حاجه اللي في الجدول، بعد كده خلاص انت اثبتي طلباتك مره واحده. طب مع انا كل ده ومش عارفه برضه، في حاجه اسمها شهاده استكشاف، بجيب 2 شهود تمام. بيقولوا دخله كان كام، ممكن واحد لا عنده رصيد في بنك ولا عنده مفردات مرتب، والتحايري قايل ان دخله ضعيف، ممكن يكون. طب هنرجع لحاجه تانية كده، زي عايزه اسالك على حاجه، مؤخر الصداق، يعني احيانا دايما بيتكتب ربع جنيه، فهي هتاخد ربع لا جنيه في الحاله دي ولا ايه؟ يعني لا، بيبقى حضرتك كده بتقولي مقدم الصداق هو اللي بيبقى جنيه، بيبقى جنيه. المؤخر بيبقى، احنا مش بيرضوا يكتبوه كبير، ممكن مصاريف 10 20 عشان 30 ألف المأذون. عشان المأذون. تمام، بس تمام. بيبقى في اتفاق في قعده. تمام. هي برضو هيبقى اثبات شهود، عايزه. لا لا، مؤخر الصداق ده زي ما مكتوب في القسيمه، هو مكتوب في القسيمه، المقدم جنيه والمؤخر 10 20 30 50 زي ما مكتوب، هو ده المؤخر. حالات الخلع بس اللي هي ما بتاخدش فيها المؤخر ولا المتعه ولا العده، بس احنا قلنا قبل يعني كده واحدة اتكلمنا في دلوقتي الحلقه السابقه اتكلمنا في عن الخلع. الخلع طبعا، دلوقتي واحدة خلعت جوزها او عايزة تخلع جوزها، ليها نفقة ولا لا للناس اللي بتشوفنا دلوقتي؟ ملهاش نفقه زوجيه لان هي بتتنازل عن حقوقها الماديه. الخلع ملهاش ازاي؟
الخلع بتتنازل عن اي حق مادي. نفقه زوجيه ده حق مادي. طب هي عندها اولاد؟ لا لا لا، نفقه الولاد دي لوحدها مش من حقها تتنازل عنها. اه مش من حقها ولا من حق اي حد، عايز تقولي كده انه يجي ناحيه نفقه الولاد. طب على فكره كان في خلاف في نقطه، اجر خادم احنا بنسميها اجر خادم او اجر حضانه، احنا بنقول ان هي بتتنازل عن حقوقها الماديه. تمام. طب اجر الحضانه ايه وضعه؟ ايه وضعه بقى اجر الحضانه؟ لا تاخده. تمام. تاخد اجر الحضانه. واتجوزت وانتقلت الحضانه للجده او للخاله او للعمه او يعني. تنتقل اجر الحضانه، ينتقل اجر الحضانه للحاضن الجديد. تمام. تمام. هيدفع 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 لاي حاجه هيدفع. تمام. هيدفع تمام. بعد الطلاق في اجر مسكن. اثناء الزواج ملزم في انه يدفع مسكن. اجر المسكن. آه. آه. تمام. هي سواء قاعده في شقه ايجار بتجيب عقد الايجار بترفقه. بس يبقى مثبت التاريخ وتمام. ماشي. وبيتحكم لها على حسب يساره برضو، يسار الزوج من عدمه. تمام. بس المهم حتى لو متعسر آه. ما ينفعش القاضي يحكم بالحد اللي ما يكفيش حاجتها هي والولاد. طيب النفقه بيجي احسن القاضي بيشوف النفقه زي ما انت قلتي مرتب الزوج. تمام. المفروض ان انا اعرف يعني او اسمع ان هو بيبقى 25% الربع، صح كده؟ تمام. الربع. طب قولي. طيب. المفروض قد قصه إيه الربع دي بتبقى في هيئات معينه يعني تربيه وتعليم مش عارف ايه، لما بناخد حكم نفقه ونروح ننفذ فبيلاقوا ان النفقه بتعدي ربع مرتبه بيقولوا لا احنا مش بنصرف غير الربع. خلاص اوكي ماشي اصرفوا لنا الربع، بيبقى في باقي نفقه برفع بيه مجمد حبس. بحوشهم له كده. اه وبعدين برفع. بس برفع بيه مجمد حبس. تمام. يا الدفع يا الحبس. يا الحبس. الحبس بيبقى قد ايه؟ شهر. وممكن اجدد بقى لو لا ثانيه شهر. وبعد التنبيه من تاني يوم ان انا نبهت عليك ان انت خدت حكم شهر. بثلاث شهور ما نفذتش بتبقى سنه. بس في طريق تاني لو هي لقيت هي هتعمل موازنه بقى. راحت جهة العمل بتاعته قالوا مش هيصرف غير الربع، ولقيت ان الربع ده اقل من اللي هيصرفه بنك ناصر. بنك ناصر بيصرف الحد الاقصى 500 جنيه. انا لسه هقول لك بنك ناصر. في مشكله كبيره الناس بتشتكي الحقيقه. هتعمل موازنه. تمام. تمام. هتشوف ان بنك ناصر اكتر ان هو يصرف لها ولا جهه عمله اللي هي الربع، هتختار اي واحده فيهم وتلجا لها يعني. تمام. تمام. هتصرف اي بواقي هيتبقى سواء ليها او للولاد او ما يعني ايا كان، تحوشهم وتعمل له مجمد حبس. طيب بس معنا مش تهديد. احنا طيب. بس بننبه وبنوعي عشان في ممكن تقول ايه ده انا اتحكم لي ب 1000 وبنك ناصر بيدي 500 راحوا عليا ال 500 التانيين هجيبهم منين؟ وبرده للناس اللي بتعاني، انا بس مجرد معلومه مش اكتر، للناس اللي بتعاني من مروحه البنك في بنك ناصر والكلام ده في حاجه اسمها معانا مداخله. تمام. نشوف بقى المداخلات. معانا احمد من اسيوط. استاذ احمد خليك فاكره النقطه دي. استاذ احمد معانا من اسيوط. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل حضرتك. سؤالي بخصوص هل الست اللي متجوزه بعد قانون الخلع دلوقتي، في بعض شيوخ افتوا ان الخلع ده حرام شرعا والجواز من بعد الخلع ده يبقى جواز باطل، الكلام ده صحيح؟ طيب يا فندم هتجاوب عليك استاذه فاطمه. شكرا لحضرتك. معايا ناخد ساميه وبعدين نجاوب. تمام. معايا استاذه ساميه. ايوه حبيبي. ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. الحمد لله الحمد لله. اتفضلي يا فندم. ايوه ايه فرق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم مع حضرتك. افرض دلوقتي الزوجه منعوطه في البيت. افرض ايه يا فندم؟ افرض الزوجه في البيت متنعوطه مش حمد ربنا، بتحمدش ربنا، وجوزها طيب وغلبان جايب لها اللي مكفيه في البيت. تمام. تعمل ايه؟ يعمل ايه هو؟ بعتذر يا فندم، هي يعني متنعوته زي ما قلت حضرتك، اكيد في سبب مش كده وخلاص. والله الستات بتبقى كده. لا لا، في يعني. في ستات كده، في ستات كده. لما يكلمها بكلمه عليها ليها يوعيها تقعد تسألها طويل يخلص منها يطلقها. يطلقها يخلص منها. طيب يا فندم حاضر، هترد على حضرتك استاذه فاطمه. شكرا لحضرتك يا فندم. استاذه فاطمه ناخد احمد نجاوب عليه. الخلع الاول.
بصراحة احنا ما عندناش في القانون حاجة بتحرم الخلع، وعلى قدر معرفتي بالشرع الضعيفة برضو انما ما فيش حاجة فيها تحريم، لان دي رواية صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا المفروض الناس اتكلمت في الموضوع الخلع ده ان هو مش حرام. تمام، هو ممكن حضرتك تستضيفي شيخ طبعا ويشرحها اكيد باستفاضة، طبعا. لان حرام وحلال مش قانون، تمام، لكن انا كقانون هي بطبقه. استاذة الخلع فاطمة بترد كقانون قانون، الحقيقة. تمام، قانون عندنا فعال، لكن حرام وحلال دي محتاجة بقى شيخ بس، واحنا طيب، الازهر قال مشرع تمام. بس. نرد على استاذة سامية. السؤال التاني، هو في طرق استاذة طبعا. حضرتك ناخد حسنة من القاهرة اتفضلي. ونرد عليهم هما الاثنين. استاذة حسنة اتفضلي يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. انا بالنسبه ان معايا طفل ومطلعه بقالي منه يجي 6 سنين ده دلوقتي، وطبعا ولا في مسكن ولا خدت مسكن تمام ولا خدت لي اي حاجه، واجي اقول له يقول لي اثبتي انا كده كده اترفدت من شغلي وطلعت. اثبتي بقى. وطلعت من شغلي واترفد من شغله، وما معهوش بقى اي يقول لك كده كده مش ولا ليا بقى حاجه في البنك ولا ليا اي حاجه. محتاجاه بس اثبتي السؤال. بقى. طب سؤال لحضرتك معلش. استاذه فاطمه بتسالك سؤال يا اعمل فندم. ايه؟ اعمل معقوله حضرتك ما لجأتيش للمحاكم خالص طوال ال6 سنين اللي انا فاتوا؟ الظروف ما خلتنيش الجأ لمحامي، لان مش بياخد محتاجه فلوس وما محامي. كانش معايا فلوس. مش محتاجه محامي حضرتك. امال اعمل ايه؟ حضرتك قوليلي اعمل. انا مش بتتوجهي، عارفه. حضرتك هتتوجهي لمحكمه الاسره وهيقولوا لك تعملي ايه، 1 2 3 وانا معاكي بالتليفون، مش محتاجه محامي. طب تليفون حضرتك. استاذه فاطمه تتبنى حاله حضرتك، سيبي رقمك طب في تليفون حضرتك. الكنترول، سيبي رقمك يا فندم في الكنترول، وهتكلمك استاذه فاطمه بعد الحلقه ان شاء الله. شكرا يا فندم. معاكي يا فاطمه، كملي. تمام، عشان في سؤال صار في النص، اللي هي الست اللي بتسال على مرات ابنها ان هي متنعوطه، هي مش حاسمه العشره. تمام، من حقه اني ادبها هجر. تمام، ثواني بس. هي مش من الباب للطاق بتبقى متنعوطه؟ لا، في من الباب للطاق، في لا في كده وخلاص بقى، في ستات قليلة كده الادب زي ما قالت وبس، في ستات كده في عشان ما ننكرش، عشان ما نجيش على الرجاله. لا في، وعشان ما نجيش على الستات برضو. ما هو لا احنا ما ممكن بنقولش. يكون اتخنقت الست يعني، فاهمه؟ انا عايزه بره ما انا فاهماكي، مش بصي انا مش هتكلم بالقانون. تمام، بس دلوقتي هتكلم ايه، استشاري اسري. تمام، والله بكلمك جد، بتبقى جايبه اخرها، ما بتبقى احنا لو لجأنا للطريق ده هنقول برضو ان الرجاله بتعمل كده اتخنقت، فمش هينفع نفتح لفنتها. طيب ما الرجاله نرد برضو بتعمل عليها كده اتخنقت. بالقانون بقى، هو في ستات كده تمام. في الهجر، بس حتى لو هاجرها لازم ينفق عليها. تمام تمام، فهو للاسف ربنا اداله، هي يعني حاول يقومها مره 2 3 ما نفعش، خلاص يا اما بيأدبها انه يتجوز عليها يا اما بيطلقها. ده انت بتحرضي هنا يتجوز لا عليها مش ايه بس؟ لا مش بحرض، بس هو ما اصل هيعمل ايه؟ هي ما يصرفش عليها او ما ينفقش عليها، ما ده كده ينفعش قانونا. بس انا حابه اقول لحضرتك يعني ان هي قالت ابنها ولا قالت مرات ايه؟ ابنها تقريبا، مرات ابنها يعني. او حضرتك الستات عامه اعتبريها زي بنتك، والزوج يحسن معاملتها وحضرتك تحسني معاملتها، ولو حضرتك اعتبرتيها زي بنتك يعني هنتلاشى المشاكل دي كلها. فيعني من برنامج هنا قهوتك عندنا، يا ريت كل حما تعتبر مرات ابنها زي بنتها. اتفضلي يا فاطمه. تمام، بالنسبه انا عايزه اقول بس معلومه مش عشان المتصله فقط، للمعلم اللي عندهم اطفال او حضرتك ما عندكيش اطفال وما بيصرفش عليكي وما عندكيش دخل تروحي المحامي او خايفه من اتعاب المحاماه والكلام ده، لا حضرتك روحي محكمه الاسره مكتب التسويه، هيساعدك جدا جدا، مش محتاجه اي محامي. تمام، هي مجرد استاذه فاطمه بتقول اللي ما عندوش امكانيات يرفع محامي بيتوجه على طول لمحكمه الاسره، وهيقوموا معاه هناك الحاجات اللي بتحتاج محامي، اعتراض على خلع، طلاق، الحاجات دي، لكن اتصال. النفقات لا. تمام، ناخد اتصال معانا استاذ محمد من بورسعيد. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ اتفضل. اهلا بحضرتك. صباح اهلا يا فندم، صباح الخير، اتفضل. والله سؤال استاذه فاطمه، مطلقه على 2 سنين وما خدتش دلوقتي اللقب. استاذ حضرتك يا فندم تعلي الصوت شويه والسؤال من الاول. حضرتك ليه اخت مطلقه 5 سنين اخت
اخت مطلقه. ايوه بلد. ايوه يا فندم مع حضرتك. وطبعا الحقيقه مش سامعين هنا. زوجة. طيب لو في استاذنك تتصل بينا مره ثانيه يا فندم. كمل يا فضل. تمام. في اي رد على اي استفسار؟ لا خلاص هو هيرجع يتصل بينا ثاني. كملي. طيب تمام. احنا قلنا بقى النفقات سواء كده عرفنا نفقات الزوجه سواء على ذمته او تم الطلاق ونفقات الصغار. تمام. امتى سؤال مهم جدا، امتى تسقط نفقه الزوج؟ امتى؟ في حالتين. ايه بقى؟ النشوز والخلع. والطلاق. هو هيثبت ازاي النشوز؟ في نقطه مهمه جدا جدا جدا. يا ستات مصر، بمجرد ما يجي لحضرتك انذار طاعه متاح لك فقط 30 يوم تعملي فيهم اعتراض على انذار الطاعه. لو ما عملتيش اعتراض حضرتك بقيتي ناشز. تمام. وهتسقط نفقتك الزوجيه. مش كتير يعرف المعلومه دي. اتفاجئتي من خير. بيجي لها استاذ محمد. رجع لنا تاني ناخد استاذ محمد. استاذ محمد مع حضرتك يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. والله سؤالي بالنسبه للاستاذ علي، مطلقه بقالها سنتين معاه ولدين وبنت، مش عارفين نجيب فلوس نفقات ولا عارفين نفقات قانوني. احنا تعبنا حاجه، ما فيش حاجه له فرق. استاذن حضرتك رقم الاستاذه الطاقه. رقم الاستاذه فاطمه. تمام يا فندم، الرقم في الكنترول يا فندم. شكرا لحضرتك. سمعتي من سؤالكم؟ سمعته. طيب قولي بقى نجاوب عليه. تمام. هو بيقول ان عنده اخت عندها ولدين وبنت ومش عارفين ياخدوا حاجه، مطلقه بقى لها سنتين للولاد او كده. تمام. لا هتاخد سواء حقوق اخت حضرتك او ولادها. هي المشكله هنا بس يعني تنفيذ. بيبقوا وهم بيبقوا خايفين، بيبقوا مهددين. والله زي ما بكلمك، اللي هو لو عرفتي تثبتي حاجه، لو عرفتي تاخدي مني حاجه. والله اللي بيقول ما بيعمل. والله احنا عايزين اللي بيقول ما بيعملش. احنا نمشي في الاجراءات والقانون وهنثبت. هي عندها محكمه وانت اثبت. بس يعني تمام كمل. عايزين بقى نقول لو في رضيع. تمام. في ناس بتخطي وتقول ايه، هاخد اجر رضاعه. طيب هقول لحضرتك حاجه، لو العلاقه الزوجيه قائمه وحضرتك في بيته وحصل خلاف ورفعتي نفقه زوجيه، مش من حقك ترفعي اجر رضاعه طالما العلاقه الزوجيه قائمه. تمام. تمام. لكن لو اتطلقتي اثناء الطفل اقل من سنتين، معاكي طفل اقل من سنتين واتطلقتي، من حقك تاخدي اجر رضاعه ويقف لحد ما الطفل يبقى عنده سنتين. تمام. تمام. كلميني عن ماشي. عندنا بقى احنا اتكلمنا في نفقات، في مصاريف. لسه هقول لك. تمام. تمام. مصاريف. مش نفقات. تمام. بس هي بتبقى تحت نفقات. تعليم. تعليم. علاج. مصاريف ولاده. كل دي مصاريف. مصاريف رياضيه، سمعت كده صح؟ ده دلع. ده دلع. لا بس هي بتتسمى حسب يسار الزوج. بيروحوا نوادي. تمام. ده بصي، ما انا قلتها لك ليه، النفقه ما عندناش تعريف جامع مانع. حلو. زي ما انت هتخترعي قولي. مش عايزه اقول لك ان في واحده رفعت نفقه ميك اب. عادي. تمام. يعني تمام. وصلت لكده. براحتك زي ما انت عايزه قولي. مصاريف الولد لا قدر الله توفى ولا حاجه، مصاريف كفن ودفن. حاجات بصي اخترعي يعني، عادي مش مشكله. اخترع واخد بقى. مش كله. لا مش هتاخدي طبعا كله. في قاضي وليه سلطه تقديريه كبيره جدا في الموضوع ده، هو اللي هيقدر. وحسب المثل يعني، من امثاله اللي هو ابن خالته، ابن عمته. يسار الزوج عامل ازاي؟ ما هو برده في ناس بتبقى مستواها ما شاء الله توب. فمش هتيجي تقولي لي ان مدخل مدرسه عاديه. او هتيجي تدخل مدرسه خاصه فيعترض. لا، هيتحجم بمصاريف المدرسه الخاصه اللي هي كبيره. تمام. والنوادي دي جديده بس ماشي، هتمشي برضه عادي. تمام. فالتعليم بالنسبه لنا حضرتك هتفضل تصرف مصاريف تعليم لحد ما يبقى نفس الكلام عنده 15 سنه. الاصل في الطفل الفقر، ان هو فقير. طالما ما عندوش فلوس. بس ممكن في نقطه تانية، الاب ممكن اول ما اتولد الطفل ده حط له مبلغ كبير. في الحاله دي احنا بنسميه هبه.
والطفل يصرف من الفلوس اللي والده حاططها له. تمام. حضرتك مش هتصرف بقى. الفلوس دي هينفق منها الطفل. تمام. تمام. لا خلاص بقعد اصرف انا تعليم اساسي لحد 15 سنه ما اشتغلش، وابن خالته وابن عمته بيكملوا دراسه، هتفضل تصرف تكمل عليه تكمل معاه قصدي مصاريف دراسه لحد ما يبقى قادر على الشغل. تمام حبيبتي، شكرا جدا، نورتيني النهارده في اولى حلقات برنامج قهوتك عندنا، وهنستناكي تاني ان شاء الله. وميرسي ليكي يا فاطمه انك وعيتي الستات اللي بتشوفنا، ومش هنسيبهم والله، هنيجي تاني في حلقه تانيه. يبقى نبقى لطاف وخفاف كده على الرجال عشان بيتنين. لا لطاف وخفاف ان شاء الله، وهنيجي تاني في حلقه تانيه ان شاء الله، ونتكلم عن حاجات مهمه كتير. مشاهدينا بشكر حضراتكم، وان شاء الله استنوني الحلقه الجايه في برنامج قهوتك عندنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.